كان في الحقيقه تويته كان نشرها الكاتب الصحفي الكبير استاذي استاذ لويس جريس عن الاستاذ وديع فلسطين. استاذ وديع هو كاتب معروف واديب ومؤلف ومترجم له شهره عربيه وعالميه، ولكن يعني هو طاعن في السن، عنده حوالي 95 سنه. استاذ لويس يعني وانا بحييه على يعني احساسه باستاذه، بحييه على احساسه بالرجل الذي علمه. فقال استاذي الذي ما زال يعلمني وديع فلسطين بلغ 95 من عمره المديد في اول اكتوبر، كان يتقاضى معاشا من الحكومه وفوجئ بوقف صرف المعاش بحجه ان الذي يتعدى 90 من عمره يجب ان يثبت انه ما زال على قيد الحياه، والاثبات الوحيد هو انه كان لازم يروح كل مره لاداره المعاشات ويطلع الدور الثالث وينزل. يعني حكى معاناة الأستاذ وديع فلسطين، وإن هو ما كانش حد بيديله كرسي، يعني حاجة معاناة مؤسفة الحقيقة. الوزيرة غادة والي أنا اتصلت بيها وهي أيضا كانت عرفت عن هذا الأمر.